والحوار ينضم إلينا على الهواء الأستاذ هاني فاروق، الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. أهلا بك أستاذ هاني. أهلا وسهلا بحضرتك. شهدنا اليوم تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، شهدنا المستوى القتالي المتميز، الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة في عملية التدريب. ما هو تعليقك على ما شاهدته معنا أستاذ هاني؟ بكل فخر يعني شهدنا هذا الاحتفال الذي تخرج فيه عدد من أبناء مصر الأبطال الذين ينضمون إلى أشقائهم في هذه الكلية التي تعمل على زرع الأمل وحفظ الأمن والوطن من كل معتد، وحفظ الأمن والسلم الداخلي. الشرطة المصرية لها باع كبير جدا في حماية الوطن من العديد من المخاطر وتأمين المواطن وحفظ الأمن الداخلي. الإعداد المتميز لطلاب كلية الشرطة بكل السبل التكنولوجية والعلمية المتطورة، هذه الرسالة العلمية التي تقدمها الأكاديمية لطلابها لكي يكونوا معاصرين لأحدث العلوم الشرطية والقانونية وفق ما يتم في كبريات دول العالم. تأهيل طلاب كلية الشرطة ليكونوا قادرين على العطاء وبذل الجهد لحماية الوطن وحماية السلم والأمن الداخلي، لتأمين المواطن ضد أي مشكلات قد تواجهه، حفظ الأمن والأمان. هذه الرسالة الأهم. نحن نرى كيف استطاعت الشرطة المصرية في تطوير منظومة التعامل مع المواطن المصري والحرص على أن تكون هذه العلاقة علاقة طيبة تجمع بين الأشقاء في الوطن. طبعا في هذا المقام نوجه الشرطة المصرية كافة أعظم آيات التهنئة والتقدير لدورها الوطني في حفظ الأمن الوطني. نحن شهدنا خلال الشهور السابقة والسنوات السابقة كيف عملت الدولة على تعظيم هذه المنظومة التي تشكل جزءا مهما في الذاكرة الوطنية. كيف يمكن أن تراعي هؤلاء الضباط وهؤلاء الضباط من إخواننا وأبنائنا العلاقة مع المواطن المصري وحقوق ومراعاة حقوق الإنسان؟ وهذه الرسالة التي تؤكد عليها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شهدنا إقامة مؤسسات الإصلاح والتأهيل على مستوى متطور ومتميز جدا. هذه هي المنظومة التي تخرج خيرة رجال الوطن. بكل فخر شهدنا ما قدمه هؤلاء الطلاب من عروض مميزة ومستوى هائل ومتطور يؤكد جدارتهم بأن يكونوا رجالا وحماة للوطن. نعم أستاذ هاني، حضرتك أشرت في معرض حديثك إلى أن منظومة التي تديرها وزارة الداخلية أو منظومة الأمن التي تديرها وزارة الداخلية متعددة متشعبة، شهدت طفرة في عملية تطويرها وإدارتها في المرحلة السابقة بشكل كبير على عدد كبير من الأصعدة. خلينا نتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن هذه الطفرة، ومنها ما هو متعلق بالعلاقة بين وزارة الداخلية والمواطن في إدارة العلاقة بينهما. كيف ترى التطوير الذي اعترى هذه العلاقة وطريقة التعامل ما بين الوزارة وأفرادها من جهة والمواطن المصري من جهة أخرى؟ طبعا هذه العلاقة بين المواطن والشرطة المصرية علاقة كبيرة جدا عبر مدار التاريخ. هذه العلاقة تشهد تزايدا وترابطا يوما تلو اليوم في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز هذه العلاقة لتكون الشرطة في خدمة الشعب وخدمة الوطن. في هذا المقام أريد أن أشير إلى الدور المجتمعي للشرطة المصرية في مساندة المواطن المصري وتلبية كافة احتياجاته من خلال توفير المنافذ التي تقيمها الشرطة المصرية من خلال منظومة أمان لتوفير السلع بأسعار مميزة للمواطن المصري. هذا الشق المجتمعي. بجانب الشق المجتمعي الذي تقوم به الشرطة المصرية في تعزيز علاقاتها مع المواطن من خلال تقديم جميع الخدمات بكافة الطرق السهلة واليسيرة
سواء الخدمات المرورية أو كافة الخدمات الأخرى، نشهد تطورا ملحوظا في تقديم الخدمة للمواطن عبر كافة البوابات أو الأروقة التي تقدمها الشرطة في خدماتها للمواطن. العلاقة بين الأشقاء والأبناء في الشرطة المصرية من ضباط وأفراد هذه المؤسسة العظيمة تشهد تطورا متميزا. نشهد جميعا تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دوما على أهمية تطوير الأقسام والسجلات المدنية بما يتواكب مع تكنولوجيا العصر لتقديم خدمة مميزة وميسرة للمواطن المصري، ونشهد ونلمس ذلك من خلال تطوير الأقسام الشرطية المصرية. وأعتقد أننا شهدنا في شهر رمضان الماضي زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأحد الأقسام المصرية وإفطاره مع الضباط والموجودين وأفراد جهاز الشرطة الموجودين بالقسم آنذاك في مدينة نصر أول. ده دليل على اهتمام الرئيس والقيادة السياسية بأهمية منظومة الشرطة في أن تكون بالفعل في خدمة الوطن وخدمة الشعب. هناك العديد من العلاقات اليومية التي تجعلنا نحتك بضباط الشرطة إخواننا كيف يقدمون الخدمات من خلال وجودهم في الشارع المصري لحفظ الأمن والأمان وتأمين المواطن. هناك يعني أشياء كثيرة جدا لا يمكن أن نحصيها عن هذا الجهاز. التكنولوجيا أصبحت هي العامل المهم جدا في تأمين الوطن والمواطن. الارتقاء بمنظومة المرور والحرص على حياة المواطنين من خلال توفير شبكة أمان متكاملة من خلال إقامة الرادارات أو غيرها من الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من حوادث الطرق وحوادث السيارات. وبالفعل لمسنا تطور كبير جدا في هذا المقام تحديدا من خلال الإحصاءات التي تصدر عن تراجع نسب حوادث الطرق بنسب كبيرة جدا، وذلك يتوازى مع التطوير الهائل الذي تقوم به الدولة في مجال تطوير الطرق والبنى التحتية لتوفير طرق آمنة وسليمة يحظى بها المواطن المصري من خلال تكاملها مع المنظومة الشرطية. الأمن والأمان هو العنوان الذي نحظى به من خلال وجود رجال الشرطة الأوفياء الذين كانوا سندا للمواطن المصري في أشد الأوقات، وكانوا سندا للقوات المسلحة المصرية خلال السنوات السابقة في الكثير من المواقف، ولعل آخرها دور جهاز الشرطة وأبناء الشرطة في حماية الوطن والتكاتف مع المواطن المصري في ثورة والقوات المسلحة المصرية في ثورة 30 يونيو عام 2013. لا يمكن أن نحصي كافة المجالات التي تقدمها الشرطة لخدمة المواطن المصري لأنها تتشعب وضاربة في كافة المجالات أو الأروقة التي يعيشها المواطن المصري. نحيي رجال الشرطة وضباط الشرطة الجدد على تفوقهم ووجودهم بجوار المواطن المصري دائما دعما وسندا وحماة للوطن. نعم أستاذ هاني، من الجهات التي شهدت طفرة كبيرة في عملية تطويرها في المرحلة السابقة اللي بتتبع وزارة الداخلية هي منظومة السجون والمصرية المناط بها عملية التعديل والتأهيل السلوكي اللي مرت بحالة مختلفة تماما. كيف ترى هذا الجزء من مسؤولية وزارة الداخلية؟ طبعا لو تحدثنا عن الإصلاح والتأهيل وسياسة جهاز الشرطة المصرية ووزارة الداخلية وهي السياسة العامة للدولة في إقامة مراكز إصلاح وتأهيل متطورة بدلا من السجون، وتم بالفعل إحلال عدد كبير جدا من هذه المنظومة المتكاملة التي تعيد تأهيل المخطئ ليعود إلى صوابه مرة أخرى بطرق تأهيل متميزة. هذه المنظومة التي تنقلتها جميع تقارير حقوق الإنسان التي شهدت بأن الدولة المصرية تتعامل بصورة جيدة جدا أو صورة ممتازة مع
المحبط او المعاقب تمام في اطار ما يقدمه الجهاز الداخلي لدعم العلاقه مع المواطن المصري. هذا التطور الهائل جدا يقدم مصر بصوره متميزه امام دول العالم باننا دوله نعمل على حفظ حقوق الانسان ونراعي حقوق الانسان. وشهدنا زيارات العديد من المنظمات حقوق الانسان الى منظومه او العديد منشآت الإصلاح والتأهيل والتي أقرت فيها هذه التقارير بأن الدولة المصرية تراعي كافة شروط حقوق الإنسان ومراعاة حقوق الإنسان بشكل تام. هذا التطور الهائل هو سياسة الدولة المصرية في التعامل مع المواطن وإعادة تأهيله مرة أخرى وإدماجه في الحياة اليومية بشكل أو آخر. يعني أعتقد أننا نقف أمام حالة مصرية فريدة متميزة عالميا فيما تقدمه وزارة الداخلية والدولة المصرية في هذا المجال تحديدا. أعتقد مصر من أوائل دول العالم التي عملت على إدخال منظومة التأهيل والإصلاح كبديل لمنظومة السجون، وهو دليل على تقدم مصر في كافة المناحي. وهذه هي رسالة 30 مليون التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم وطن يليق بأبنائه المصريين. نعم، أنا بشكر حضرتك أستاذ هاني فاروق الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام على المداخلة وما أبديته معنا من وجهة نظر وتعليق على حفل التخرج الخاص بطلاب أكاديمية الشرطة.